حول آخر تطورات الإعصار الذي وصل إلى فلوريدا، إعصار إيرما الذي تناولناه قبل قليل، نتحدث عن آخر تطوراته من ميامي. رامي مصاروة أحد مواطني مدينة ميامي، مساء الخير، أهلا بك معنا. ما الجديد من عندك؟ قبل قليل تحدثنا عن 3 قتلى بسبب إعصار إيرما وفق الشرطة. أنا عم كل شيء تمام، وأنا بس إحنا بعيد عن الهوركين، وأنا الهوركين بس ريح قوية تقريبا 80 90 مايل في الساعة. طيب، هل نتحدث عن قتلى تعرف عن هذا الموضوع؟ الهوركين اجى قوي كثير، اجى 300 مايل قطر الهوركين، واجى بالويست سايد، بالويست تاع فلوريدا، وفي كثير يعني كثير تضرروا من الهوركين. بس ستيل يعني بعد ماشي الهوركين بضل تقريبا 48 ساعة. صح، وفي في تحذيرات من الساعات المقبلة وفق حاكم فلوريدا، يعني تزداد سوءا الأوضاع. أمر 6 ملايين تقريبا 300 ألف من إخلاء منازلهم. هل تمت عمليات إخلاء رامي؟ اي نعم، احنا المنطقة فيها لازم نطلع منها، بس احنا ضلينا هون، بس انه فيش بخطر لان العمارة جديدة هون، شيز اوكي. بس إخلاء كثير ناس طلعوا من العمارة، اغلب الناس طلعوا وراحوا على الشمال لأمريكا، على جورجيا. طيب، ان شاء الله يضل الوضع اوكي. شكرا جزيلا رامي مصاروي من مواطني مدينة ميامي على هذه المشاركة معنا. شكرا رامي.